صباح النور واهلا وسهلا اخيرا بالاستوديو. عدنا للاستضافه بالاستوديو واتمنى لا نحرم منها اول شيء ان شاء الله على طول ان شاء الله. طيب دكتور، يعني اطفال مولودين بدون جلد في بعض انحاء جسمهم، كيف يفسر ذلك علميا؟ هلا علميا كله له تفسير. الشيء اللي على الناس بتشوفه شوي من برا، نحن بس نكون عم نشوفه من الداخل بكون اسهل، لانه بنعرف كيف الامور بتصير. هلا المجهول هو هيدا اللي الناس بيخافوا منه كثير من الاوقات. هيدي الحالات منا اول حالات بيشهدها العالم، يعني موجوده هلا نسبتها كثير ضئيله، عم بتبين بمحلات. هالمحلات اللي هي اكثر شيء بيصير فيها الزواج ضمن الاقارب، يعني هون بتصير الخطوره انها تبين بتصير اكثر، بينما اذا منفلشها على العالم كله بيكون نسبتها كثير ضئيله. هلا عم بيضوا عليها، ضوا عليها من قبل مين؟ ضوا عليها من قبل الاطباء. ليه؟ لانه العالم اكثريه الاوقات هالحالات هي عندهم بيخبوها. يعني هلا هالمجتمع اللي هو مرتكز على عادات محدده منغلق ما بيخلي هالقصص هي تطلع لبرا، ما كنا نشوفها. اليوم الناس اللي عم يضووا عليها هن مش اهل المشكل، هن الاطباء يلي لفتوا النظر لها. طيب ماذا عن الشعر الابيض دكتور؟ علميا و هلا بالنسبه للجلد والشعر الابيض، هو كله سوا قصه كروموزومات. بمعنى كل خليه بجسمنا معموله من 46 كروموزوم، نصهم بيجوا من البي، نصهم بيجوا من الام. وقت عم بيجتمعوا سوا هن شبيهين، ما في غير كروموزوم واحد بيختلف يلي هو اللي بيحدد الجنس، يعني ذكر او انثى، بس الباقي مثل بعض. وقتها عم بيبينوا مع بعضهم، في واحد بيكون مثل مسيطر على الثاني. وقتها بيكون الكروموزوم الطبيعي مسيطر على الكروموزوم اللي فيه عاهة، ما بيبين، بيطلع شخص من برا طبيعي 100%. اي متى بتبين العاهة؟ وقتها بيكون هالكروموزوم اللي اشياء بيكون فيها خفيفة ونحط هذا خلال الزواج مع كروموزوم ثاني كمان عنده زيت الضعف، ضعف مع ضعف بين المرض. بقى هيدا اللي عم بيبين. بموضوع الجلد، الجلدة بتكون رقيقة، حيلا فريكشن، حيلا احتكاك بخليها دغري تنزق، وهيدا الشيء اللي عم بيبين. ابيديرمو لايسيس هيدا اسمه المرض. البوليوسيس اللي هو بيكون فيه مش بس الشعر، كل الاشياء اللي ما فيها ميلانين كمان بيكون في نقص بهالميلانين، هاي ناتج عن السبب ذاته اللي حكيناه اللي هو ضعف عها بالكروموزومات. منا كتير مهمة، بس وقتها عم يجتمعوا مع بعضهم عم تظهر. وهنا السؤال، كيف يعني ما علاقة هذا الضعف الذي يظهر في الكروموزوم المسيطر أو الدوميننت والضعيف هنا، وعلاقة هذا التداخل بزواج الأقارب؟ يعني حدثنا أكثر، هناك متلازمة خليني أقول روزنبرغ، مزبوط؟ متلازمة روزنبرغ، أخبرنا عنها. إذا بدنا نعدد في 6000 عها قليل لنشوفها. 6000 يعني مش انه قليل، 1000 و2000 و500، في كثير. كل فينا بكل عها نقول انه متلازمه، يعني وقت عم بجمع انا كذا شغله مع بعضهم عم بشوف انه هول على طول عم بيبينوا مع بعضهم، بربطهم مع بعضهم بقول هول بيعملوا سندروم يعني متلازمه. بقى اسباب الاساسيه اللي هي مثل ما تفضلتي هو الزواج ضمن بعضهم، هو انه الكروموزوم المسيطر ما بقعد موجود، بيصير في الكروموزوم الضعيف مع كروموزوم ضعيف اللي هو اللي عم بيظهر عم بيبينه هولي. هلا بالنسبه للملازمه هي ما بقعد واحد يقشع، ما بقعد واحد يسمع، والعصب يلي منه داخل الدماغ وسلسله الظهر بيضعف، بيصير كانه عم بيدوب. بقى بصير هيدول بس ما بقعد في عصب، ما بقعد في عنا الحواس الخمسة اللي هن واحد يقشع يسمع أو يحس بروحه. بقى هيدا هو الملازمة. طيب دكتور، أسبابه هي فقط زواج الأقارب أم هن هناك أسباب أخرى؟ قد في أسباب زواج. في أكتر في أسباب كتيرة. في عندك أسباب العلاقة بالطريقة العيش بالأكل، في أسباب العلاقة بالعمر،
يعني كمان في عندك نوع من العادات اللي بيضلوا بحبوا يجيبوا كتير أولاد حتى لو بعمر كتير متقدم، ما هو كمان عم بتزيد الريسك. في عندك الأسباب اللي هي الكيميائية، شيء له علاقة بالانفايرمنت، بالبيئة اللي أنت عايش فيها. في كتير، في الأدوية، في المرض والدواء تبع المرض، كل هول بيأثروا مع بعضهم. قديش نسبة تأثيرهم هون بقى بتختلف وقتها بيجتمعوا مع بعض. يعني وقتها بيكون في خطر واحد نسبته هالقد وخطر تاني نسبته هالقد، بس تحطوا مع بعض وما عم بيصير دوبل، اوقات بينضرب بعشرة بقى، مشان هيك المرض بيصير يبين اكثر. طيب خلينا نسال سؤال شائك دكتور، في مجتمعاتنا العربيه منتشر زواج الاقارب بصوره جدا كبيره بعيد عن بقيه المجتمعات الخارجيه. هذه العاده او هذه الطريقه في الزواج تؤدي بطريقه أو بأخرى لظهور سلالات فيها مشاكل أو متلازمات أو غيرها. ولدينا يعني توفر العامل البيئي الحمد لله أيضا موجود لدينا في كثير من البقاع العربية، لدينا التلوث ولدينا كل ربما موجودين. هل هذا يهدد الديموغرافيا العربية بأنه ربما إذا لم يتم تدارك هذه المسألة أنه نحن مهددين باستقبال ربما أجيال قادمة تعاني من مشاكل تميز بعدين هذه المنطقة؟ سؤالك كتير واسع، بفتكر إذا بدنا نجاوب على كل نقطة بالسؤال راح أطلع ساعتين، بس راح لخص. الصحة، صحة الفرد والمجتمع هي ثلاث أشياء، الفكرية الجسدية والاجتماعية، واليوم هلا يمكن ينزيد عليها الروحانية كمان ممكن كتير من الأوقات نحن منزيدها بلس أو ماينس. هول الثلاثة أهم وحدة فيهم هي الاجتماعية، يعني قد ايه جربوا يحاربوا ونوع من يعالجوا هالعادات هاي اللي موجودة عند العالم اللي هي جزء الاجتماعي من الصحة، فشلوا ولا قدروا تحسنوا ولا 1%. ليه؟ لأنه العادات الكلتشر الثقافة عند العالم صعب كتير تغيريها. تتغيريها الدور منه علمي، دور هو مثل ما عم تفضلوا اليوم هو دور الإعلام، يلي هي التوعية هي الأساس. التوعية وقتها بصير في توعية بنقول لهم للناس أنه أنتوا في عندكم خطورة أنه يطلع عندكم الجنين مشوه لأنه في فلان مع فلان. كمان هاي الأساس مع العلم. إذا بدنا نرجع لمصر اللي البلد اللي حبه كتير أنا، الفراعنة شوفي من قدام من أيمتها كانوا يتجوزوا من بعضهم، صحيح، خاصه الملوك كانوا الملوك حتى يتجوزوا ضمن العائله الصغيره يعني، صحيح. وهذا الشيء اللي ادى لانه يصير عندهم كثير امراض، صحيح، وبالاخر يمكن اختفوا من وراء هالامراض هاي. هلا واحد ما بده على طول يطلع الاشياء على الاشياء من الناحيه السلبيه، كمان الذكاء هو موروث، الجمال هو موروث. اوقات بيجي واحد لحتى يربح كثير بيخسر كل شيء. هيدي المجتمعات المنغلقه هي اللي المفروض الاعلام بمواكبه الاعلام والعلم يفوتوا هالمجتمعات هي ليكسروا هالعادات هي للعادات هي والامور بلشت تتغير، لان اليوم ما شفنا اي تغير مع كل التطور اللي صار. طيب دكتور الحل، لانه مع كل هذا على الاقل هل هناك من حلول؟ يعني في حال توجه الزوج والزوجة إلى الطبيب، وهل يمكن معرفة أنه قد يكون هناك مشكلة في الجنين مسبقا بنسبة كبيرة، فعلى الأقل هذا يخليهم يمكن يفكروا نوعا ما في أنه في تفادي هذا الزواج، أم أنه المشكل علميا أو طبيا لا يمكن معرفة أو تحديد نسبته قبل الزواج؟ أي حلوية الأسئلة. هلا بس حتى نكمل موضوع اللي تفضلتي فيه انه قديش تأثيرها على المجتمع ككل بعدها كثير محصوره. هلا يعني ما تهديد، ما وصلنا لدرجه التهديد. هلا بالنسبه ل طيب حتى لو كانت صغيره ما عم توسع هالبقعه، كيف فينا نظبطها؟ هيدا السيطره على هالبقعه هاي هي بتكون على ما فيك تاخذها لينير كانه واحد عم بيطلع بالتونيل، بده واحد يعالجها كانه عم بيطلع بالهليكوبتر، يعالجها من كل النواحي. ساعتها بنبلش نتقدم، طالما عم تتعالج من الناحيه الطبيه محض العلميه
وما عم نتقدم فشخه. بينما وقتها منشوف انه القانون وقت القانون كمين بده يسمح. يعني اليوم نحن دورنا ان نشخص الامور. طيب شخصت انه هيدا البيبي عنده عاهه. طيب توقيف الحمل هو ممنوع بالقانون، شو بكون عملت؟ ما عمل شيء. فهمت علي؟ صفا هون بدنا نركز نحن على الوقايه. طيب على الوقايه ممنوع فلان يتجوز مع فلان، طبعا من اللي فيها قانون؟ اذا الشغله ما بتتقونن ما فيك تتقدم. مش القصه مش ولا بتبقى وش ليست، بتبقى امنيه. يعني نحن نتمنى كبير الموضوع. دكتور بلشنا فعلا ابتدينا الفقره بموضوع جدا بسيط. حتى في غرفه التحكم فوق كلهم متفقين معنا انه ابتدينا الموضوع بصوره صغيره، ولكن تفرع معنا بمواضيع جدا مهمه. اعتقد انه اصبحت عندنا مواد او مواضيع مهمه جدا ممكن نعبي بها سنه. افتكر راس الحربه بهالمعركه، لانه هي فعليا معركة بكل معنى الكلمة. صح. هو الإعلام. ليش الإعلام يوصل على كل بيت؟ التوعية هي بدك فريق. اليوم الوان مان شو والهيدا الشخص الكاريزماتيك بيطلع بيحكي وبيعمل خطوات، هي بتنطفي بديئتها. اليوم العمل هو عمل فريق. عاها مثل هاي مشكلة أساسية. عدا عن هيك اليوم كلفتها صارت غالية. صح. فيها نعطيها غير جانب. اليوم انت عم تدفع ضريبه، وانت عم تدفع ضريبه، كلنا عم ندفع ضرائب. طيب هول جزء من هالضرائب عم بتروح لعلاجات لناس مثل هول. طب انا شو الله جبرني ادفع ضريبه لعلاج مزمن رح يكلف الدوله كم مصاري وكلفه ماديه بتاثر فيها كل العالم. صح. كرمال شغله انتبهي النقطه بريفنتبل. هي صح. يمكن تجنبها وهذه هي النقطة. يمكن تجنبها. وهنا ربما يعني للأسف أنه دهمنا الوقت، نعيد أنا متأكد الحديث عن هذا الموضوع بسلسلة من الفقرات. دكتور شكرا جزيلا لهذه الاستنارة. ربما هذه هي النقطة الأهم، أنه اليوم حصل استنارة بجانب معين لم نكن نعرف عنه شيء، وكنا نعتبر أن الزواج الأقارب يحافظ على ثروات العائلة وموروثات العائلة، ولكن طلع أنه بيخرب الدنيا كلها في مكان آخر. فراعنة واختفوا. بدل ما نختفي خلينا نلحق من قريبة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور لك. جورج. شكرا لكم. شكرا. شكرا جزيلا لك. شكرا.